تعالوا نذهب إلى الإسكندرية وهذا المشهد اللي فيه كان فيه مشهد امبارح وفي مشهد مختلف تماما النهارده. سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يعني النهارده كان مشهد مختلف جدا يا فندم على الكورنيش. مجهودكم كان كبير، يعني سامعني يا فندم سيادة اللواء؟ أستاذة لميس، مساء الخير يا سيادة اللواء، مساء الخير. يعني كنت بقول ان امبارح كان مشهد والنهارده مشهد اخر على الكورنيش، ولكن هو السؤال، هو احنا هنفضل كل يوم ورا الناس؟ يعني صحيح ده دورنا، ولكن كل يوم ورا الناس هنمشي وراهم بعربيات نقول لهم ما ينفعش كده وينفع كده؟ ما هو برضو الناس لازم تشعر بالمسؤولية. اكيد طبعا حضرتك، اولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. الكورنيش بقى دلوقتي اصبح اشكاليه، يمكن انا اشرت ليها في حلقات سابقه وقبل رمضان، وقلت ان الكورنيش يعني الناس معتاده، اهل اسكندريه والمحافظات اللي جنبنا اعتادوا انهم يجوا يفطروا على الكورنيش. الحقيقه طبعا احنا الكافيهات مقفوله والحدائق مقفوله والمطاعم مقفوله، واصبح الكورنيش بطول 16 كيلو، كورنيش اسكندريه بالكامل اصبح هو الملاذ اللي الناس بتيجي ليه. احنا نبهنا، والحقيقه كان في نوع من الالتزام اول اسبوع في رمضان، وكانت الشوارع زي ما طبعا كان الوضع كويس جدا. فوجئنا الاسبوع الاخير بالتزاحم بشكل غير طبيعي، والناس بتجيب فطارها معاها وتقعد على الكورنيش. طبعا لما بتبقى اسره اثنين او ثلاثه قاعدين جنب بعض احنا ما عندناش مشكله، لكن عندما يكون في تزاحم ومجموعة من الشباب 15 و20 شاب وفتاة موجودين مع بعض وقاعدين بيهزروا، لا ده أمر غير مقبول في ظل جائحة كورونا. رغم أن احنا نبهنا على الأمر ده، لكن برضو احنا الدولة والحكومة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما احنا متوقفين دلوقت على وعي المواطن المصري، وعي المواطن هو الأهم. الأسبوع اللي فات ده لما زادت الانزحام على الشاطئ احنا كنا بنمر ونبهنا على الناس، لكن زي ما بتقولي حضرتك، هل الناس محتاجه ان احنا كل يوم نجري وراهم نقول لهم ما يصحش وما ينفعش واحنا خايفين عليكم؟ المفروض يبقى في وعي عند المواطن في ظل الاعداد المتزايده اللي احنا بنشوفها كل يوم. الحقيقه معلش انا عاوز لحضرتك، النهارده انا قبل المغرب كنت موجود في منطقه تطوير عشوائيات اسمها الدخيلة الشمعدان، وكنا بنحط حجر الاساس هناك، ودي منطقه من المناطق العشوائيه اللي تحت خط الفقر. لو شفتي حضرتك لما رحنا هناك كانت الساعه 5 والستات بتقابلنا بالزغاريد وهم مرتدين الكمامات، الله ده يبقى الوضع مش اهلنا البسطاء، ده الاهلنا البسطاء بقى عندهم وعي وعندهم بياخدوا اجراءات احترازيه، والشباب المثقف والواعي اللي موجود على الكورنيش اللي احنا كنا شايفينه امبارح بقى هو اللي ما عندوش وعي. طب هل احنا محتاجين ان الامن كل يوم يبقى متواجد واجهزه المحليات تبقى موجوده كل يوم عشان نمنع الناس؟ احنا بنحب ان بقى المواطن نفسه هو اللي عنده وعي وهو اللي يخاف على نفسه ويخاف على اسرته. ده غالبا مش هيحصل، يعني يا فندم من الايام اللي فاتت اللي شفناها من الواضح ان ده اصبح تجربه لم تنجح، ان احنا نعتمد على وعي المواطن. لابد من انفاذ القانون واستخدام الادوات القانون الطبيعيه، لانه حمايه ليهم، ما هو مش حمايه، مش عشان احنا عايزين ننفذ القانون وخلاص، عشان احنا عايزين نحميهم. اكيد طبعا كلام حضرتك صحيح، لان زي ما احنا قلنا قبل كده احنا كنا بنراهن على وعي المواطن، لكن احيانا كتير بيبقى المواطن يعني احنا بنقابل الناس في على الكورنيش، يا فندم احنا مخنوقين، احنا تعبنا، احنا محبوسين، احنا عاوزين نخرج شويه، ما قدمناش غير الكورنيش. طبعا انا بتقبل الكلام ده كله بقدر الامكان بصدر رحب وبنمشي الناس على طول. الحقيقه انا برضو عاوز اقول حاجه، مجرد ما بنقف مع الناس دقيقه واحده بيلتزموا، لكن هل الامن لابد ان يكون متواجد عشان الناس تلتزم؟ هل لازم احنا نحرر محاضر مخالفه لقرارات السيد رئيس هي الناس الوزراء؟ تعمل تباعد كمان، تدرك ان هي ممكن تنزل بس تعمل تباعد، ما هو لا تباعد ولا كمامات ولا اي حاجه، فبالتالي في فيروس. النهارده احنا ما منعناش الناس تبقى متواجده على الكورنيش، وتركنا بعض الناس اللي فرادى واللي ثنائيات والثلاثه واقفين مع بعض، ما
ما منعناهمش، احنا فضينا التجمعات كلها اللي كانت موجوده واللي كانوا موجودين على الكورنيش تناول فطار ويقعدوا بعد الفطار لغايه بعد العشاء، ويقعدوا لغايه ساعه لغايه قبل 5 دقائق او 10 دقائق من الحظر. لا احنا برضو من خلال برنامج حضرتك بنوعي المواطنين ونقول لهم برضو هنعمل محاضر مخالفات لاي حد في حال التزاحم، لكن احنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي. نتمنى مش عاوزين نزعل اهلنا ومش عاوزين نزعل ناسنا ومش عاوزين يبقى في رمضان ونعمل له محضر. يعني هو احتمال لازم نزعل الناس بصراحه يا فندم، يعني هو مفيش حل غير كده. فكره ما نزعلش الناس دي مش هينفع، لانه احنا محتاجين، احنا خايفين كلنا على انفسنا، في ناس ملتزمه وناس غير ملتزمه، غير الملتزم ده بيأذي الملتزم، فقصه بقى دايره مش هنخلص منها. اكيد اكيد يا استاذه، احنا طبعا لازم هنطبق القانون وهنطبق بالظبط وهنعمل محاضر بالمخالفات ان شاء الله. بشكرك سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. في دول عملت توتال بلوك، توتال لوك داون، توتال لوك داون، عشان بس ايه مش عايزين نزعل الناس، كلام سياده اللواء انا فاهماه طبعا، لكن وده كلام الحكومه مش عايزين نزعل الناس. طيب في دول اتحبست خالص على فكره، اتحبست خالص والناس زعلت، حصل ايه؟ لازم نعمل، يعني لازم نلتزم، ومعلش هنزعل شويه، هيحصل ايه يعني؟ هنتخنق شويه، فايه يعني؟ فكره ان احنا مش عايزين نزعل دي صعبه، بس شويه في مرض بيموت بصراحه.